نص الحلقة كمان. العراق كان موحدا وسيبقى موحدا، لن تستطيع أي طرف أن يغامر بمثل هذه الخطوة، لأنها تقسيم العراق سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، ليس للعراق فحسب ولكن لكل دول المنطقة. أحد أبسط قواعد القانون الدولي هو الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول، لذلك ما يقوم به بعض المتطرفون في العراق وبشكل خاص أعني الاستفتاء، أعتقد أنه لا يخدم العراق ولا يخدم الأخوة الأكراد الذين هم أولا وأخيرا وقبل كل شيء هم عراقيون.